فئات قليلة ترى أن الإخوان جمعية إسلامية غير إرهابية، إلا أنهم الآن بدأوا ينظرون إلى أن الإخوان حاليا انحرفوا من المبادئ الأولية التي كانت عليها، أثبتت أنهم انحرفوا من مبادئهم الأصلية. احنا نعلم أن إخوان المسلمين كانوا موجودين أيام الرئيس حسني مبارك، وما كانوا يستخدمون القوة والشدة والإرهاب والتطرف، وكانوا يعيشون مع الفئة الأخرى من الشعب المصري.